بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأخ محمد علي سليمان من سلطنة عمان، عميل شركة المحيط، من هنا من مطعم مصر حضرموت. هذا المطعم في أطراف شارع العرب وفي وسط العاصمة كوالالمبور. أخي محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا عمي. في البداية أود أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. والله جزاه الله خير. أول حاجة أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاه الله خير. شخص عرفه عرفنا عليها الشركة، والحمد لله يعني شريف صراحة. تقييمك لأداء الشركة بداية من الاستقبال في المطار؟ صراحة يعني أنا أول مرة أسافر، حتى أسافر شباب، فيعني ما كنت أسافر، هذا شهر عسل، فخفت إنك ما حرمة. لكن الاستقبال وتنظيم ومواصلات وفنادق على أعلى مستوى، صراحة شغل بروفيشنال ما شاء الله. نوعية السيارات، تعامل السواقين معكم؟ السواقين محترمين وتعاملهم ممتاز، وفي الوقت المناسب ولا يتأخرون علينا، ما شاء الله يعني ممتاز ما شاء الله. الجولات السياحية؟ والله الجولات السياحية كثيرة وممتعة صراحة. نوعية الفنادق؟ صراحة نوعية الفنادق في لنكاوي، في بيننج، في كوالالمبور ممتازة. شهر عسل إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ ما في حتى الحمد لله صعوبات يعني، بس يعني الامور كلها تيسرة. حتى انا ما فكرت الامور تيسرة مثل هذه الامور، مثل ما شاء الله تيسرة بشكل الحمد لله. الحمد لله. كلمة أخيرة؟ والله أشكر المحيط، وأنا أتوعدكم إن شاء الله وراح أنطلقكم بلدان ثانية مثل سريلانكا وإنجلترا عما قريب إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله توصل إلى بلدك بالسلامة وتعود مرة أخرى. لدينا فروع في اندونيسيا وسنغافوره وسريلانكا وتايلاند ان شاء الله. حاليا ان شاء الله توصل الى بلدك بالسلامه ان شاء الله. يا مع الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.